أبرز ما جاء في هذا المؤتمر هو رفض الرئيس الفرنسي علنا للتدخلات الخارجية في ليبيا، ويمكن ده في نفس النطاق اللي كنا لسه بنتكلم فيه حالا مع الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام. بيعود إلينا مرة أخرى أستاذ عبد المحسن، كيف تقرأ الرسالة الواضحة للرئيس الفرنسي خلال هذا المؤتمر الصحفي بأنه يرفض، وهو قال أننا جميعا نرفض التدخلات الخارجية لليبيا؟ هل هذا يدل على إدانته علنا لما تقوم به قطر؟ الحقيقه موقف فرنسا موقف محترم جدا وواضح، ومنذ فتره طويله موقف فرنسا واضح جدا ضد التدخل الاجنبي وتحديدا ضد التدخل التركي في الشأن الليبي، وده موقف يتسق مع يعني كل القرارات الدوليه. لما حتى مع المؤتمر انا شفت جزء منه اللي حضرتك اشرت اليه، كان انجيلا ميركل بتتكلم، هي لما نرجع حتى لمقررات برلين لو كان كاتب الرئيس اللي حضر فيها وكان ولما وترجعي بقى حضرتك برضو الاعلان القاهره ومبادره القاهره اللي اعلنها كاتب الرئيس في وجود عقيله صالح رئيس مجلس النواب وخليفه حفتر رئيس الجيش الوطني الليبي او القائد العام للقوات المسلحه الليبيه، كل ده بيصب في خانه واحده رفض التدخل الاجنبي في الشان الليبي. لازم نساعد الليبيين على اجتياز ازماتهم، وموقف مصر واضح جدا وقوي، والموقف وده اللي يمكن وده اللي مخليه محل اجماع من الليبيين انفسهم. مصر معاها مين في ليبيا؟ مصر معاها الشعب الليبي ممثل في ممثل في القبائل الليبيه اللي هي اساس الدوله الليبيه، ممثل في المجلس التشريعي الليبي الجهه الوحيده المنتخبة في ليبيا، ممثل في الجيش الليبي المؤسسة العسكرية الوحيدة. مصر تدعم مؤسسات الدولة الليبية، مصر مش عايزة حاجة من ليبيا غير دعم مؤسسات الدولة الليبية، غير ان ليبيا تبقى موحدة. بعكس بقى التوجه التركي والقطري، والحقيقة موقف قطر موقف مخزي ويعني وشديد الخزي، يعني لان لما تركيا تعلن عن وجهها القبيح وتقول ان هدفها انها تعمل قاعده عسكريه في مصراته وقاعده في الواطيه، ده شيء غير مقبول اطلاقا وغير مسموح به اطلاقا، لا اي عربي يجب ان يسمح به ولا اي ليبي يجب ان يسمح به. نيجي تدعي قطر وتقوم بدور تمويل مثل هذه المخططات، ده هدفه ايه؟ هدفه في الاخر تقسيم الدوله الليبيه، ليبيا تبقى مناطق، وده يعني وضع تسعد بيه تركيا جدا وقطر، هو لا همهم ليبيا ولا الشعب الليبي ولا وحده الدوله الليبيه ولا اي حاجه، هو كل القصه دلوقتي اللي هم بيسعوا اليه ان تقسيم ليبيا كما حدث في سوريا وكما حدث للاسف في يعني التركيبه الصعبه اللي موجوده في العراق والتركيبه الصعبه اللي موجوده في لبنان، وتروح ليبيا الى هذا الاتجاه فتظل طوال الوقت والى الابد اسيره للانقسامات واثيره لتقسيمات ولا تقوم لها قائمه بعد ذلك. هم عايزين يخلوا، هم على فكره ما عندهمش مشكله خالص مع الجيش الليبي ولا مع المسير خليفه حفتر، هم كل القصه انهم عايزين يبقوا موجودين يبقى لهم مناطق نفوذ زي ما عملت تركيا في سوريا، فصلت منطقه وبدات لها تبقى لها نفوذ وتقسمت سوريا على ارض الواقع، هم عايزين يعملوا نفس السيناريو البغيض في ليبيا. على العكس تماما، مصر تريد ليبيا دولة موحدة، دولة ذات سيادة، دولة تكون فيها مؤسسات الدولة الليبية، هي تبقى السائدة على كل الأراضي الليبية، الشعب الليبي يأخذ حقه في اختيار قيادته من خلال انتخابات حرة وخريطة الطريق أعلنتها مبادرة القاهرة طبقا لجدول زمني محدد. يبقى هنا الحق واضح والامور واضحه، لكن ونيجي واحنا جايين بقى والمجتمع الدولي ودي الميزه المهمه كله الا قليلا للاسف في بعض القوى الكبرى عشان ما نضحكش على بعض لها مصالح في انها تظل المنطقه غارقه في مشاكلها الداخليه. بس امريكا بدات تلاعب قطر في الفتره الاخيره، يعني حضرتك ازاي شايف المشهد ده؟ بصي امريكا طبعا في وضع مرتبك جدا يا استاذه رانيا هذه الايام. امريكا طبعا انت عارفه ان فيها انتخابات وترامب على طول
داخل على الانتخابات، ودايما في اي بغض النظر عن ترامب او غيره بيبقى السنه الاخيره لاي رئيس امريكي بيسموه البطه العرجاء اللي ما بتبقاش قادره تاخد موقف محدد ولا رؤيه واضحه، وبالتالي هو عمال برضه يعني موقف. طبعا لما تراجعي تصريحات ترامب على قطر واتهاماته الصريحه لها بانها بترعى الارهاب وانها دوله خارجه عن الشرعيه، لها تصريحات واضحه جدا وقويه وعنيفه على طريقه ترامب يعني. نفس الكلام له تصريحات قويه جدا وعنيفه وتصل الى حد الشتائم للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. يعني مواقف واضحه، اللي عايز يرجع للكلام ده يخش على اليوتيوب وهيشوف الكلام ده واضح وموجود يعني. لكن ليبيا في وضعها، امريكا في وضعها الحالي في سنه الانتخابات بتبقى مرتبكه، وبالتالي ده اللي مخلي شويه الامور يعني تركيا بتلعب بطريقه حافه الهويه. ايه حافه الهويه اللي تركيا بتعملها؟ وده الطريق اللي هيؤدي للاسف الى تدمير الدوله التركيه، وبقول للاسف لان انا كمواطن مصري ولا نريد للدوله التركيه ان تتضام ان يتم تدميرها ولا لها اي سوء، لان الشعب التركي في الاخر احنا حريصين عليه، لكن للاسف قياده الدوله التركيه هي التي سوف تؤدي الى تدمير هذه الدوله. صحيح. سياستها الخرقاء بتنتهي فيها سياسه حافه الهويه. حافه الهويه يعني ايه؟ قاعد يتقدم لاخر لحظه هيشوف يعمل ايه. ان جه زي ما حصل في تركيا لما بعد كده، وشفت المشهد المخزي جدا لما راح قابل الرئيس بوتين ووقفه وما رضيش يستقبله وخلاه واقف ومش قادر يقعد لحد ما وصل لاتفاق مخزي. هو دي الحافه الهويه اللي جلب عليها الرئيس التركي للاسف الشديد، واللي هتؤدي في النهايه الى تدميره وتدمير دولة مثل تركيا بتقوم بمثل هذا الدور في للأسف الشديد في المنطقة. كيف تقرأ بقى السيناريو القادم؟ هل من الممكن أن يكون تدخلات من جانب الاتحاد الأوروبي لوقف ما تقوم به قطر؟ إيه السيناريو اللي ممكن متوقع من خلال المشهد الأخير؟ بص، هو في سيناريوين حضرتك. أنا مؤيد السيناريو ورافض السيناريو. السيناريو ومش ده انحيازك ل موقفنا في مصر، لكن ده حقيقه، لان موقفنا في مصر ليس له هدف الا هدف واحد بس. الدوله الليبيه تبقى دوله واحده. الرئيس السيسي عايز ايه؟ لما تيجي تقري حضرتك اعلان مبادره القاهره وتراجعي بنودها، هذه المبادره ليس لها هدف واحد. لا مصر قالت هنخش ولا هنعمل قاعده في مصراته ولا في الوطيه ولا هنعمل قاعده في بنغازي، ولا لنا اطماع خالص. احنا ملناش غير هدف واحد في الدوله الليبيه، ان الدوله تعود الى يعني تبقى دوله موحده لكل الشعب الليبي، والشعب الليبي يختار ما يشاء. ده السيناريو اللي انا بفضله. للاسف الشديد في سيناريوهات اخرى مطروحه. السيناريوهات المطروحه ربما ترسخ لمبدا تقديم الدوله الليبيه. حينما يشاع مثلا ان احنا لا، طب تعالوا نعمل منطقه منزوعه السلاح في السرت والجفره ومش عارف ونعمل ايه، وكل واحد يبقى في المنطقه بتاعته ومحدش يجمده، يا فرحتي. هذا ربما يعني يظهر ان مصر السيناريو اللي هي عايزاه، وان ما حدش قدر يتقدم الى هذه المنطقه تم. فده، لكن هي المساله مش كده بالنسبه لنا. المساله احنا عايزين سياده الدوله الليبيه. فنرجو، او اللي انا بتمناه من الاتحاد الاوروبي وامريكا والدول، انها تحافظ على ان تكون هناك دوله ليبيه موحده، لان في الاخر ده برضو على فكره، واظن ان ده الاتجاه اللي هيغلب على في الاخر لسبب بسيط، مش عشان عيوننا على فكره، ولا عشان حبا فينا ولا حبا في الشعب الليبي، لان كل الدول ما بتلعبش الا لمصلحتها. انا بقى اتصور ان انتصار الدول الاوروبيه لهذا السيناريو اللي هو مصر بتتبناه هياتي وفقا للمصلحه الاوروبيه برضو. لان مصلحه اوروبا ان تكون ليبيا دوله موحده، حتى لا تكون بؤره للهجره غير الشرعيه زي ما هي دلوقتي، حتى لا تكون بؤره مصدره للارهاب الى الدول الاوروبيه زي ما هي دلوقتي. وبالتالي انا بعتقد ان في الاخر الدول الاوروبيه والعالم الغربي سوف ينتصر للسيناريو المصري حفاظا على مصلحه الدول ديت، واللي هي في الاطار بتاتي اطار الحفاظ على مصلحه الدوله الليبيه، ان تكون هناك دوله ليبيه موحده ذات سياده على كل تراب الشعب الليبي، جيش ليبي يقدر يتحكم في المنافذ وفي المواني وفي الشواطئ.
احنا شفنا الدوله اللبنانيه زي ما حضرتك كلنا والعالم كله تابع وشاف، لما حينما تتهاوى الدوله وتضعف سلطتها على الاماكن الاستراتيجيه بتاعتها بتحدث حاجات في منتهى الصعوبه. صحيح. زي حادث مرفأ بيروت الاخير لما تيجي الدوله مش مسيطره على المرفأ بالكامل، وان هناك حزب الله له سيطره على بعض المواني وعلى بعض المطارات وعلى جزء من الحدود، دي مش دوله، ما تبقاش دوله. وبالتالي انا بتصور ان احنا او الاتجاه الغالب اللي لازم يتم الانتظار ليه أن تكون دولة، أن تكون ليبيا دولة موحدة، الجيش الليبي له السيادة الكاملة على كامل الأراضي الليبية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام أو مؤسسة الأهرام على هذه الإيضاحات.